السلام عليكم اخوان، شلونكم حبايب؟ شلون صحتكم؟ عساكم بخير ان شاء الله انتم وعوائلكم زين. اخوان هذا الخريف اجى باعوا الشجر، الورق الشجر كله وقع. شوفوا بهذا الوقت طبعا اسولف لكم هاي السالفه تخربون ضحك. من جانا جدد الكندا كان عندنا زواجل الوان يعني ملونه، فجينا الكندا فجبناها بالشتاء هيك وقت، مو بالشتاء يعني هيك وقت بالعاشر نص العاشر جبناها. فكنت اطير اباوع الشجر ماكو، المكان تبين زين، وهذا الشجر بعد ما كان عالي وهاي الشجره ما موجوده. فكنت اطير هنا اطير والطيور يعني ما اشوف الا القصف يصير دق من الصقور. واحد قال لي عمي ايش تسوي انت؟ هذا وقت الصقور، هي جت هسه تجي الصقور. ما احكي لكم يعني اول ايام ما صدقت، ثاني ايام ما صدقت، ثالث ايام ماكو. اتفرج هنا القصف يعني قصف من الصقور، والله العظيم ملخول الطيور ملخوت ملخ يعني من 35 زاجل واشكال ملونه كانت ماكو حمر. فكنت اطير بقى 22 24 بقى وبس. والله بس انا كنت مكيف الجو زين، فهسه داباوع تذكرت. وكو جماعه يقولون نزلنا فيديو ابو فادي نزلنا، فقلت خليني اسولف وياكم زين. انا من جاي اراويكم البيت وجاي اراويكم المكان وراويكم هذا المكان زين. ما حد واحد من عندكم حس قال لي ابو فادي طير على بيتك، يعني الاغنيه تقول وبيتنا ونلعب بيه وشلها غرض بينا الناس. يعني هذا بيتي، ما حد يقول لي ليش تطير عليه، ليش ما تطير، تحط الطيور هنا وانزلها هنا بالجوع، انزلها هنا بس خلي تحط على سطحي، بعد لا حد يحكي وياي سطحي وما حد له علاقه بيها. فسنت الاخ ان شاء الله هيك راح اسوي، راح اربي على سطحي هنا زين واطير هنا. بس يبقى شنو شلون اعلمها، لان المسافه بعيده احتمال تحط هنا يم ابو البوم. ابو البوم هذا خوش سمينا ابو البوم زين. شوف حاط لي وحده هنا يم البرج، وحاط اثنين هنا، وحاط وحده هناك بعيده زين. فسنت الاخ ايش راح اطير، راح اجيب طيره مقصوصه، انا مجربها، اجيب طيره مقصوصه اقصها واذبها هنا واخلي يتعلمون عليها، اخلي تبقى وياهم يتعلمون عليها. من احركهم ماكو يدشرون، احركهم يجون يحطون هنا، من حطوا مرتين ثلاثه هنا خلاص انتهى الموضوع بعد زين. لان قبل تدرون شنو، قبل اني فكرت قلت اني قبل كنت اطير، طيرت هنا. شوفوا وين طيرت، جيت هنا طيرت. شوف هذا المكان، هذا سويته قفص باوع هنا، كان هسه عندي غراض هوايه بي. بس هنا كنت اطير، هنا تحط الطيور، تحط الطيور هنا وتنزل. طبعا ما احكيكم ابو سريع سوى بيها، ابو سريع البطل يومية العصر ياخذ واحد، يومية يجي يتعشى يمي، عشاء يمي هو، واحنا هو يستاهل واحنا جاويد. فهنا كان يجي، هنا كنت اربيها باوع، هذا كان القفص مالها، هنا ربيتها، ماكو ذني كلهم ما كان اكو، هنا يحطون على السياج، اكش يوم يصعدون هنا، وعندي عوده عاليه بيها وصله سوداء، اكش يوم يطيرون. هيك كنت مربيهم. بس هسه يعني هناك ابو قفص كبير ربيتهم هناك، وجاي افكر هم بهذا الموضوع، هم يمكن اذا طلع الصغار يمكن اسوي له قفص هنا واجيب هنا اربيها. والله يمكن اسوي له قفص هنا واجيبها اربيها مثل الاول هنا. بس خلينا نشوف، بس راح اعلمها هنا اول مره، اول مره اعلمها هنا، احتمال اعلمها هنا فتره، لان من هنا تنزل قبل ومن من الطير ماكو شيء ضايق. اشوف عالي البيت ماكو شيء ضايق هنا زين اخوان. فاخوان من اقول لكم باعوا دقق بالفيديو زين، هاي وحده. الشغله الثانيه اخوان، انا ما بقيت موضوع ما حكيت عليه يعني بالفيديوهات القديمه، يعني واحد ما يجي ويكرر بالفيديوهات القديمه، أنا ما خليت موضوع ما حكيت على الأمراض، على الإصابات، على الطبقات، الطبقة شلون تطبق الطيرة والفحل، التريدة، الأمراض شلون تقاومها، شلون تكافحها، شلون تنطيها، شلون حتى المطيار، قلت لكم المطيار طيرنا وكان عندي طيور بالبصرة هاي مصورة، رجعوا في الفيديوهات القديمة،
اي واحد يريد يتفرج فيديوهات القديمه موجوده تقدرون ترجعون عليها. هسه انطيناهم اكل شبعوا اكلوا شبعوا حطيت لهم فيتامين. هسه هذا بعد يومين ثلاثه واشيله بعد ما بقي الفيتامين. وهذه طيور البقت. شوف اخوان هاي طيور البقت هاي بس شوف الطيور البقت بقت يعني طيور تحف هي كلها حلوه كانت هاي البقت. فهذه ان شاء الله هاي السنه يعني الموسم الجاي ازققها في التسقيق حلو وارهمها على الطوائر اللي عندي ارهمها ان شاء الله على الطوائر اللي عندي وارتبها ترتيب كلش حلو زين. شوف هذه الطيور باع هذه البقت شوف طيور كلها حلوه. هذا معتمد عليه بالصفراويات هذه ذب صفراويات وهذه ذب صفراويات اعرف طيرته ياهو زين. هذا البغدادي الاصلي عندنا كم واحد هذا من الصغار طلع كلش حلو واخته همينه مثل الشباب بالضبط طلع تحاجيل كعاكيل يعني تحاجيل وشراويل وكعكوله حلوه زين. فطلع حلو هذا الطير كلش حلو طلع كان مريض عالجته طبعا وصار زين هسه صار زين الحمد لله والشكر حلو طير حلو. وذول همينه شوف هذول الجوه هذول الحمر كلها شوف طيور حلوه. بس التسقيق راح يصير فتشي كلش حلو ان شاء الله زين. هذول التركيات ذول التركيات راح اعزلهم هنا سويت لهم مكان طبعا الزواج اللي هناك. وشوف هذا البغدادي هذا فحل مالتي هذا البغدادي الاصلي يعني هذا جايب بيض من العراق فقس عندي شوف ولك وقف ما ينطي مجال حتى الكاميرا. هذا من العراق وهذاك شوف هذا هم فقس هذا بيض جبته من العراق همين هذا الفحل همين فقس لا هذول مو فقسوا هذول ابهاتهم يعني فق طلع عندي يعني ثلاثة فحل خمسة فحل ستة فحل اتذكر من تركيبهم رجع طلع هذا الرس. شوف هذا الرس طلع هذا الرس شوفه هذا المام كعكل وينه مام كعكل ذاك شوفه هذا الاخ واكو واحد اسمر مو هذا لا مو هذا هذاك اي هذا شوف هذا طلع البقية كلها مكعكلات أكثرها مكعكلات طلعوا عندي زين. فذولا اللي نفحل البقت قليلة 26 فحل بس الحمد لله يعني طيور زينة وحلوة. وهذا راح أعتمد عليه جوزي همينة هذا راح نزقق حاير أذبه على شكرية يعني منو نزقق ذاب جوزي على شكرية يطلع صفر لو يطلع شكريات لو يطلع شنو مالي هذا جوزي أصل حمر زين والشكرياتهم اصلهم حمر. فاللي مزقق خليه يقول لنا زين ماشي حبايب. خلينا نشوف الطواير همينه حتى نسولف سالفه سولف لكم سالفه همينه عندي سالفه جت ببالي اسولفها لان اكو ذولا هسه اسولف لكم اياها. خليني اراويكم الطواير. شوف الطواير حاولت ابقي السمر زين. شوف الطواير حاولت ابقي السمر طواير السمر فشوف كلها طواير سمر زين. هذه الطيره شوف هاي الطيره هاي اللي يم البدرنقه هذه مثل الهزاز بس فحصتها كل شيء ما بيها وصار لها من هي صغيره ليسه ما اعرف شلون صارت هيك ما ادري. هذول الطواير شوف اخوان هذول الطواير شوف هاي متحاجيل قد حلوه هاي معتمد عليهم زين. فذولا طواير هذه الشكريات هاي الشكرية زين هاي الشكرية وعندي هاي الشكرية من الثانية هاي الشكرية الثانية همينة ماشي هذولا عندي. فإن شاء الله سنة الأخ أطلع لكم وجوة فرخات بالشريف تونس وراح أطير على البيت مالنا زين اطير على البيت مالنا ما اخلي واحد يحملنا مني هذا يحط لي بوام وما بوام. نحاول هناك نذبي طيرتين مقصوصه
ادشرها اول مره هنا، ادشرها الطيرتين وبعدين اشيلها. اذا هناك عندي طيرتين تطير جلداتي، بس خلي اشوف ياهو والله ما اتذكر ياهو لو انباعوا لو بعدهم، فاطيرهم واخليهم يحطون هناك، اعلمهم حتى الفرخات تحط يومهم. من حطت مره واحده يومهم خلاص بعدها الجيب اجيبها سهله، ذب الطيور هنا على البرج، بقيت الفرخات تجي عليها تجي يمها زين. ابقوا وياي. هذا البرج شنو سويت بيه؟ شوف هذا البرج طبعا هي كلها راح تنصبغ للبراجه، ما لكم علاقه زين، هاي كلها راح تنصبغ. بس هاي شنو سويت؟ شوف سويت احلال، هذه راح اذبيها هذول التركيات والجوزيات راح اذب. الزواجل هناك راح تنعسل، او ممكن اجيب الزواجل هنا، ممكن اجيب الزواجل هنا والتركيات اللي بهناك، لان التركيات ما اهتم لها قد بس الزواجل راح تطلع فرخات فاريدها هنا زين. هذه شغله، شغله اريد احكي بيها يعني للمتابعين مال الفيديوهات. شوف اخوان والله اي واحد هسه شوف تتفرج له كم فيديو، اربع فيديوهات خمس فيديوهات، حتى اللي يطير ويخبط ويصيد ويهزم هم تمل، نفس الشيء يتكرر عنده، نفس الشيء يتكرر عنده، ليش ما نزل فيديوهات؟ حتى يصير ملل يعني، اكو ناس يقول لك اوه هذا راح يحكي على طيوره وراح يحكي على هذه، ما يتفرج يعبرها. فاني ما اريد يصير عندهم هذا رد الفعل زين، انا رد الفعل هذا ما يعجبني يصير عندهم، فلذلك ما انزل فيديوهات يعني، ما انزل فيديوهات هوايه. بس من انزل فيديو كل اسبوع كل 10 ايام انزل لي فيديو زين، من انزل فيديو في 10 ايام اسبوع شويه واحد من يشوفه يتونس يعني. ماشي حبايب، فلذلك اخوان اقول لكم انه حتى اللي يطير ويخبط ويصيد وتنهزم طيوره وتروح وتجي، همين هذا همين يعني لازم لازم تعرفون شنو لازم هذا يعني يملل، هم يملل فيش يسوي يغير، نوب يفوك نوب يخبط نوب ينزل زاق نوب ينزل. بس هي هاي هي الطيور محدود يعني فعالياتها محدوده، هم ليش يفكون ويودون الطيور بالكياسة وبالكراتين ويتعذب ويتبذل حتى يغير؟ بس هي هاي الطيور شو نسوي لها يعني، هي وضعها هيجي. فاخوان اعذرونا حكينا وياكم هوايه زين حبايب، واتمنى انه تكون عجبتكم هذا الفيديو، وهو بس للتواصل، واشكركم جدا حبايب. اخوان انا شو راح اسوي؟ راح احاول كل اسبوع انزل فيديو للتواصل هيك حتى نحكي وياكم نسولف وياكم نراويكم الطيور. طبعا شوفوا اخوان رغم مال الطيور صاحيه انطيتها، ليش اقول لكم العلاجات ما يصير بس الطيره للطير تنطي بس لقط. شوف شوف هذا العلاج، هذا من شركه الحسني يعني، مو اسوي دعايه لها بس هي من شركه الحسني، خبطه وعندي هنا خبطه، هذه كانكر سالمونيلا وكوكسيديا وتنفسية، هذه خبط أربعة 4-in-1 وطيتها قبل فترة ديدان زين، فإن شاء الله صحتها زينة. بس رغم هذا أنطيها يعني لازم حتى شنو تكون صاحية لسنت اللاخ، سنت اللاخ من تريد من تريد تزقق هي 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 نظيفة ما بيها شيء زين. شوف صلوات شوف تحاجيلها، شوف التحاجيل شلون طقت كلها تنقصها، شوف التحاجيل باع تحاجيلها باع خلقها. وحاولت شو اسوي؟ اكثر كل السمر يعني هسه كلها، شوف هسه يعني نادر ما تلقي عندي وحده شويه شقره، ذيك شقره شوف هاي شقره، هاي هاي قديمه طيره قديمه عندي شقره بس كلش حلو. شوف تحاجيلها قصتها بغداديه الاصليه، هذه عندي بغداديه الاصليه همينه، شوف همينه بس هاي مو هاي مو شقره سمره، شقر والله يعني الحمد لله يمكن ما عندي شقر. هذا شوف هذا شلون اسمر، هذا من الصغار، هذا راح يطلع فرخات حلوات، هذه راح اذبها على طير يطلع فرخات حلوات ان شاء الله زين. وهاي همينه لان بصراحه يعني ضامن لهم خوش ضمه سنه الاخ، ضام خوش ضمه يعني خوش راح اشتغلها تسقيق
زين. وهاي امي انا اشوف هسه هاي شلون صارت حلوه هاي من النقطه. هذا الرئيس ولد حاشاني عليه طبعا نقطه هاي خلت باوع علينا نقطه بس براسه ما جاي تباوع علينا بس النقطه براسه باوع. شوف اخوان جاي تبين نقطه صغيره يعني اقل من التمنايه حتى. فان شاء الله ان شاء الله التسقيق سنه الاخ يصير حلو. وسنه الاخ قلت لكم على قلت لكم شو راح اطير فان شاء الله اطير ان شاء الله. فخلي نشوف شلون تصير الامور. ماشي حبايب يلا لهنا ننهي وياكم الفيديو. سلمونا على اهلكم واسفين خاف حكينا شيء خاف هاي يعني حاضرين احنا ماشي يلا اخوان في مال الله.